ما شاء الله اليوم نربحوا وخا ما كيشبوا فالكذا كاين تايق في المنتخب اليوم الرباح ان شاء الله جنوب افريقيا هذه صراحه اليوم كيبان ليا ان شاء الله زعما كنا نربحوا حيت المغرب كيلعب زوين وتاهلنا اصلا في الدور ديال المجموعات حنا الاولين بسبعه ديال النقاط دونك كاين فرصه كبيره ديال اننا ان شاء الله ندو كاس افريقيا وكما وصلنا نصف ديال كاس العالم ان شاء الله هذه المره غادي ندو كاس افريقيا وغندوزوا بواحد النتيجه اللي زوينه بزاف ان شاء الله دايزين جنوب افريقيا يمشي شي حاجه اليوم ان شاء الله تيقين في اسود الاطلس يديروا شي حاجه المنتخب بافانا ان شاء الله تيقين في اللعابه رغم الاصابات والغيابات ولكن ان شاء الله يكون خير بحال الماتش الاول باش ما كتشبوا فيه الزلزولي غيكون زلزولي ولما كان زلزولي يقدر يدخل عدل واحد في الجوج ولكن واخا هكا ما تعرف اش يطرى المغرب راه في كاس العالم اش كنا تنقولوا غيدير ما يدير والو وصلوا للرابع يدخلوا قال الزلزولي والعدلي ونصيره يدخلوا مقال القدام شي اللي بالي غايد نقول اخي نمشي اشوط اضافيه اشوط اضافيه قداش البيلانشيات شي اللي بالي فيها اليوم تنقول 2-0 غي ماركي نصير جبيوتا ان شاء الله صراحه كنظن ندوزو بواحد 1-0 بحال هكا حنا اللي غنكونوا رافحين